نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بحصيلة 24 ساعة من الترصد الوبائي لداء كوفيد 19 ببلادنا. هذا 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة اللي بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه 3 ماي 2020، حيث أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت بمختلف المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التأكيد المخبري ما مجموعه 174 حالة جديدة مؤكدة مخبريا خلال 24 ساعة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا 4903 ديال الحالات، فيما أثبتت نفس المختبرات خلو 1443 عينة لأشخاص كان من المحتمل إصابتهم بهذا الداء، أثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وبذلك تم استبعاد هذه الحالات ويصبح إجمالي الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 36081 حالة. بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فالحالات 174 ديال هاد 24 ساعة همت على وجه الخصوص جهة الدار البيضاء سطات، ثم جهات مكناس، فاس مكناس، ومراكش أسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وبدرجة أقل الرباط، سلا، والقنيطرة، على أن النسبة المئوية لمجموع الحالات المسجلة منذ بداية الوباء لم يطرأ عليها أي تغيير ملحوظ، لا هي ولا معدل العمر ولا التوزيع حسب الجنس. هذه الحالات الجديدة بطبيعة الحال لازلنا نكتشف جلها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين. أذكر بأن هذه العملية شملت منذ بداية الوباء 27150 مخالط، 8338 منهم لا زالوا تحت المراقبة الصحية، وهذه العملية مكنتنا منذ البداية من اكتشاف 3229 حالة مؤكدة، وخلال هذه 24 ساعة فقط مكنتنا من اكتشاف 141 حالة من بين 174 التي أشرنا إليها، أي بنسبة مئوية تقدر ب 81%. بالنسبة للوفيات، سجلت مع الأسف حالة وفاة واحدة إضافية، ويصبح بذلك إجمالي الوفيات المتعلقة بداء كوفيد 19 منذ بدايته ببلادنا 174 حالة وفاة، وتستمر النسبة المئوية للفتك من بين الحالات المؤكدة في النزول، وأصبحت اليوم هذه النسبة في حدود 3.5%. بالنسبة للمتعافين، سجلنا خلال هذه 24 ساعة ما مجموعه 182 حالة شفاء تام طبقا للمعايير المخبرية المعتمدة ببلادنا، وأصبح العدد الإجمالي للحالات التي تمثلت للشفاء منذ بداية الوباء 1438 حالة، ويستمر وبحمد الله تستمر النسبة المئوية للشفاء في الارتفاع، حيث بلغت إلى حدود اليوم 29.3%، مع الإشارة إلى أنه 81 حالة شفاء من بين هذه 182 شملت حالات كانت سجلت من قبل بمدينة ورزازات لوحدها. نشير كذلك إلى أن جهتين لم تعد بهما أي حالة متكفل بها
بعد شفاء الجميع وبحمد الله، وهما جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد 19 خلال هذا 24 ساعة ببلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.